جميل القرقعان الصراحة، والصورة اللي نقلها سعود اليوم فاجأنا فيها. قرقعان حق حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في أجمل صورة بجمعة الأطفال دار مدارة، ويعني بصراحة بدار سلوى والمنظر وايد حلو. وأنا يعني بصراحة من كده مهما أقول الموقف خير رسالة، والصورة خير تعبير لما هو حدث بالقرقعان هذا. الحمد لله ما شاء الله شفنا بساطة سموه وأيضا كرمه، يعني لما شافوا مستقبلهم خير استقبال بابتسامة وسلم عليهم، فهذا إحنا اللي جبلنا عليه من قيادتنا الحكيمة وأيضا علاقة الحاكم. أنا لو أدري كان رحت قرقعت معهم. أي والله إحنا فاتنا هذا، شوف ما شاء الله يعني سموه من حظهم، أنا حصدتهم صراحة. سموه بكل محبة قاعد يستقبل عيال الديرة هذه، فهذا شيء مو غريب علينا. والله اكيد مغرب، بس نرحب اليوم ابو ابراهيم، احنا سعيدين بتواجدك، عضو مجلس الامه عبد الله التميمي وبنته الحلوه رقيه ومهدي الله يخليهم لك ان شاء الله، وعود عليك بالصحه والعافيه وتقبل الله طاعتك يا رب في هذا الشهر الفضيل، والله لا يغير على ديرتنا الامن والامان في ظل ناس مثلك وشروات، ويعطيهم الصحه والعافيه وتشوف عيالهم. طبعا اخت حصه واخ محمد اشكركم على هذه الدعوه، واشكر كل القائمين على هذا البرنامج في تلفزيون الكويت. حقيقه طبعا نبارك لكل الكويت ولكل المسلمين وكل المقيمين وكل الشرفاء في هذا البلد بما تبقى من شهر رمضان المبارك، وايضا طبعا نعظم لكم الاجر ولاسر الشهداء وللكويت جميعا والى مقام صاحب السمو حفظ الله ورعاه وسمو ولي عهد الامين. بالذكرى الأليمة اللي حدثت يوم الجمعة الماضي، الانفجار الغاشم الدنيء اللي استهدف مصلين عابدين ساجدين صائمين في يوم الجمعة، واعتقدوا الجناة والطغاة بأن في هذا اليوم يستطيعون أن يشتتوا الوحدة الوطنية وأن يمزقوا الكويت، ولكن تفاجأوا بأن الكويت جبل متراس من الوطنية لا يستطيع أي كان أن يفرقه، وبالأخص عندما يكون هذا البلد الصغير في حجمه القليل في تعداد سكانه ولكن الكبير في معانيه، أن يكون له قائد كحضرة صاحب السمو أمير البلاد. ولا يخفى عليكم طبعا أنتم الكل شاهد هذا القائد اللي حضر خلال دقائق في هذه الجريمة النكراء، حضر إلى موقع الحدث كالفارس القائد الذي يصول ويجول في ميدان المعركة خلال نص ساعة. خلال نص ساعة، وترى ما تصير هذه، ما تصير يعني في أي دولة في العالم، غير مسبوقة يعني. طبعا ذكرى أليمة، ولكن هذه الذكرى يجب أن نتعلم منها الدروس، هذه الذكرى يجب أن لا تمر مرور الكرام. أمانة إحنا مررنا في أزمة يمكن أمر، وهي أزمة احتلال الكويت واحتل البلد كله، وسقط عندنا عدد كبير من الشهداء والشهيدات وعدد كبير من الأسرى والمفقودين، ولكن للأسف الشديد ما استثمرنا درس الغزو وما استثمرنا هذا الدرس للوحدة الوطنية بالشكل المطلوب، وحتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. نعم. ولكن لربما رب ضارة نافعة، وأنا أؤكد أن هذه الضارة نافعة. هذه الدماء الزكية التي سفكت في ذاك في يوم الجمعة الماضي، والأرواح الطاهرة التي ارتفعت إلى السماء، شهداء محتسبين عند الله، وجروح المصابين، أنا أعتقد أن هذه العطية من رب العالمين، وهذا القدر اللي أصابنا إن شاء الله هذا يعزز وحدتنا الوطنية ويقوي وأصل أواصل المجتمع الكويتي. الكويت عزيز علينا، ولا يعتقد أحد أيا كان أن الإرهابي والمتطرف والمجرم ترى يقصد طائفة أو فئة معينة، ترى هو يقصد الكويت. أكيد اليوم جاهني بكره يروح المكان الثاني، يا سلام. واليوم حتى في المملكة العربية السعودية تم ضبط إرهابيين كانوا يقتصدون مساجد في الطائف ويقصدون مصلين وكادوا أن يفجروا ويعملوا. فإذا هذول الإرهاب ليس له هوية، ليس له وطن، ليس له دين. والكويت يجب على الجميع الوحدة الوطنية وتعزيز الوحدة. أكيد الوطنية. أكيد، والشعب الكويتي بفضل الله سبحانه وتعالى قدم نموذج جميل عن الوحدة الوطنية. أبو إبراهيم النائب عبد الله التميمي، أنت كمسؤول وأيضا مع زملائك النواب في السلطة التشريعية وأيضا السلطة التنفيذية قدمت نموذج جدا جميل بحنكة سمو رئيس مجلس الأمة
أبو علي مرزوق الغانم وأيضا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كانت لكم تحركات جميلة. أبي النائب عبد الله التميمي الأب، لما صارت الحادثة هذه أبنائك سألوك سؤال، وجهت لهم رسالة اللي شافوه؟ طبعا أنا تلقيت الخبر وأنا كنت في أحد الجوامع، يعني مو جامع الإمام الصادق، وتوجهت مسرعا إلى جامع الإمام الصادق وشاهدت الجثث والمصابين. يعني أنا وصلت بعد مغادرة صاحب السمو يمكن 10 دقائق، فشفت الحدث المؤلم واللي فعلا شعرت بالحزن والأسى، ولكن وجدت هيبة الوطنية موجودة بمحيى المصابين وأسر وذوي المصابين. حقيقة يعني لما تشوف واحد يقول لك أنا أبوي ترى متوفي داخل، بس دير بالكم على الكويت، لما أشوف مصاب طالع من جامع الإمام الصادق ينزف دم ويقول هلا هلا في الكويت، فدوة احنا حق الكويت، يعني ترى هذه عبارات قوية، معاني وطنية. ومن ثم طبعا كان رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق الغانم، وأحييه حقيقة هذا الرجل الوطني بمعنى الكلمة، اللي واكب الحدث منذ لحظته إلى يوم آخر جلسة انعقدت أول أمس اللي هو يوم الأربعاء، فكان رجل وطني حقيقة. ويمكن أقول لكم شيء لا يعلم فيه الجميع، السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة يوم الأحد الساعة 12 بالليل أثناء تلقي هذا واجب العزاء في جامع الدولة الكبير، نقل إلى مستشفى الصدري لشعوره بآلام بالصدر وبالذراع. ما يستاهل أبو علي، كان جراح، يمكن ما حد ترى يعرف بالشيء هذا. أكيد. واللي أعظم من هذا أن ثاني يوم الأثنين موجود، وجد تواجد في العزاء وتلقى العزاء. الله يعطيه الصحة والعافية. ما حتى يمكن أعتقد ما التزم في نصائح الدكاترة اللي قالوا له تحتاج أنت قسط من الراحة. أيضا سمو رئيس مجلس الوزراء، طبعا لا ننسى أيضا الدور الكبير لأبونا وسمو ولي العهد حفظ الله ورعاه الشيخ نواف الأحمد، وجميع أبناء الأسرة، جميع رجالات الدولة، جميع المسؤولين، جميع الوزراء، معالي وزير الداخلية، وزير الأوقاف، معالي وزير الإعلام، وأنتم في الإعلام أيضا كان لكم دور حقيقة. أنا ما أجامل، أمانة الكل شارك وساهم، حتى في ناس أمانة يمكن ما كان لها دور. شفت بنك الدم، يعني الطوابير اللي كانت واقفة علشان حتى لو ما قدرت تساهم في آخر قطرة من دمها حق هالوطن. بالضبط. يعني مسنة عمرها 75 سنة تي وتصر على أن بنك الدم يفتح الباب عشان تتبرع، يقولون لا أنت مسنة ما نحتاج منك دم. حلو. يقول لا أنا بتبرع بالدم. حلو. ما مشت من بنك الدم إلا لما أخذوا منها دم. حلو. يعني هذه أعتقد إبراهيم، أبلغ رسالة. أبو إبراهيم النائب عبد الله التميمي، ما قصرت أنت وزملائك في مجلس الأمة، وأيضا الحكومة ما قصرت، كل الشعب الكويتي، لما رديت بيتكم وشفت عيالك عسى الله يحفظهم، شنو الرسالة اللي وجهت لهم؟ والله يعني كانوا حزينين أمانة. أكيد. كأي بيت، كأي أسرة، لأن شهداء أنا أقول شهداء كل بيت، الوطن صح، وجرحى المصابين جرحى، وهذه يعني حادثة أليمة آلمت كل أسرة وكل بيت. يعني الشوارع كانت حزينة، حزينة. والله أمانة، أنا أمانة حتى الآن أنا حزين حتى هذه اللحظة، يعني ولكن متى حزني هذا ينجلي ومتى هذا حزني يمكن يخرج من صدري؟ متى ما شعرت ان احنا فعلا ككويتيين متكاتفين 100%، ولا يستطيع كائن من كان ان يخترقنا. يا سلام. ومتى ما وجدنا ان نبادر كلنا لخدمه الوطن، وكلنا نبقى يدا بيد، لا تفرق بين اي طائفه واخرى واي فئه واخرى. ولكن ايضا ابنائي واسرتي كانوا حزينين، يعني رقيه كانت حزينه. رقيه كنت زعلانه؟ ها، كانت حزينة. شنو كان شعورك رقية؟ شنو سألتي أبوك؟ شنو شفت؟ شنو صار؟ يعني أنا وايد انصدمت لما سمعت إنه تفجر، يعني مرة واحدة أول ما قعدت سمعت إنه تفجر المسجد، فأنا يعني قعدت زعلت وايد، يعني ناس وايد يعني أبرياء ماتوا بسبب هالانفجار، ما لهم شغل، مو مسوين ذم، ماتوا. أنت بعد مهدي؟ أنا شفت الحادثة؟ زين قرقعت اليوم؟ ليش؟ ما قرقعت ولا يوم قرقعت؟ حزنانين على الحادثة. حزنانين ما قرقعوا؟ لا. ها؟ ما قرقعوا. اليوم عندنا لكم قرقعان، هذا حقكم. ما أدري شنو شعورك؟ أسألك الأستاذة حصته، شنو شعورك بالحادث اللي صار؟ انصدمت. انصدمت؟ والله يمكن أنا يمكن من الأشياء اللي لاحظتها إنه في أطفال قاموا يقولون حليمعة هذا بالذات، إنه قمنا نخاف نصلي اليمعة، ف
شعور غريب ما بين انك انت تقول له لا هذا صلاة روح أدها. يعني أمان أنا التمست الخوف حتى من أطفال هالأسبوع، فقلت لهم لا لا تفكرون بهالتفكير، الأمان إن شاء الله يا ربي دوم بهالبلد والله لا يغير علينا. طبعا شوفي، يمكن أبلغ رسالة يحاولون يوصلونها الإرهابيين هو الترويع والخوف. يعني إذا وصلوا إلى مرحلة أنهم يروعون شعب ويروعون أطفال ويروعون كبار ويروعون بلد آمن مستقر، هذا بالنسبة لهم هدف إيه؟ وإن شاء الله ما يقدرون يروعوننا. يعني أنا أيضا البارحة كانت عندي تغريدات بتويتر أني أحث المصلين إلى تعبئة المساجد، كل مساجد الكويت دون استثناء، تحدي للطغاة. لا بالعكس، احنا إن شاء الله نكون شجعان يا سلام وراح نقضي عليهم. وأنا قلتها حتى في أحد المحطات العالمية يوم الحادث في يوم الجمعة مساء، قلت إن شاء الله مقبرة الإرهابيين سوف تكون الكويت إن شاء الله. كانت في سنة 90 مقبرة الطغاة كانت الكويت، يا سلام. إن شاء الله الآن مقبرة الإرهابيين مدام تعدوا على الكويت، وأنا أكد لكم إن شاء الله نهاية كل فكر متطرف وكل متطرفين وإرهابيين سوف تكون الكويت إن شاء الله. مدام اعتدوا عليها ما راح نكون جبناء، راح نواجههم وراح نردعهم إن شاء الله. وأيضا هذه رسالة من عبر هذا البرنامج، نؤكد وطبعا نحيي معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وكل رجالات الداخلية أكيد. واللي الساهرين على أمن واستقرار والحفظ أمن الكويت، نقول لهم القبضة الحديدية هذه ما نبيها تفلت، نبيها مستمرة أكيد. والضربة الحديدية مستمرة لا تقف، الحمد لله. هي ما نبيها فترة مرحلية وتنتهي، لا نبي القبضة الصارمة. الآن الكل يمشي بالشوارع يشعر بالأمان، يشوف الشرطة، يشوف التفتيش، يشوف الدوريات، وهذا شيء يشعرنا بالأمان. أولادنا عزيزين، طبعا أبلغ رسالة أنا أعتقد يوصلونها الأطفال عن هذا الحادث. يعني طفل لما الحين قال لك إن أنا خايف أطلع أو خايف أروح المسجد، ترى الطفولة هي أبرأ وهي اللي تقدم، هي اللي عفويتها أكثر، فوصلت الهدف من الإرهابيين شنو كانوا يبون يزرعون. بس احنا ايضا نقول لأبنائنا، انتوا ابناء الكويت، انتوا ابناء الشيخ صباح الاحمد، هذا البطل الشجاع اللي دش في وقت الانفجار خلال دقائق من الانفجار واصر ان يكون وسط الجثث وسط الالغام وسط الجدران المتساقطه والاسقف ان يكون موجود. فابوكم صباح شجاع، فاحنا ابناء كلنا شجعان. احنا اكيد شجعان ما دام النائب عبد الله التميمي ممثلنا في مجلس الامه، انت وزملائك بقيادة سمو الرئيس مرزوق الغانم، حقيقة اللي تسمت دور المجلس أو شكل عام أنتم خير عطلتوا أنتم الحين، نعم. إن شاء الله راح نشوفكم في 27 أكتوبر القادم. عطلنا كجلسات، لجان موجودين، لجان مستمرة ودورنا النيابي مستمر. يا سلام عليك، أكيد نعم. المراقبة ما راح تقصرون فيها والتشريع، لكن الرسالة اللي بوصلها إن هذا المجلس استثنائي بقيادة مرزوق الغانم. ليش؟ لأن المجلس هذا قدم 50 قانون، وهذا ما صارت في مسيرة مجلس الأمة من 63. عدل أبو؟ نعم صحيح. حلو، فاتسمت العلاقة ما بين السلطتين في تقديم المصلحة، مصلحة الوطن والمواطن. كانت في تحركات لسمو رئيس مجلس الأمة في كل بلسم كان ما بين الحكومة، وشفنا الإنجازات هذه. كنواب أنتوا الحين شنو مسؤوليتكم تجاه أبناء الكويت خصوصا بعد هذه الحادثة اللي شفناها؟ طبعا فعلا هذه شيء غير مسبوق على مدى الحياه النيابيه، منذ يعني منذ شو اسمه منذ المجلس الاول والى هذه المجلس الحالي اللي هو الفصل التشريعي 14، لم يكن مسبوقا ان يكون هناك 50 قانون في دور انعقاد واحد. والحكي انه مش اي 50 قانون، 50 قانون فعلا من القوانين الرائعه، نهايه الخدمه، أنينا إلى نهاية الخدمة، أنينا إلى قانون جمع السلاح والدخائر والترجمة. يعني شوف، إذا تدخل في الجانب الاقتصادي تجد قوانين، إذا تدخل بالجانب الأمني تجد قوانين، تجد بالجانب الصحي تجد قوانين، الجانب الإسكاني، التجنيد الإلزامي، الجانب الاجتماعي والتجنيد الاجتماعي، هذا يضم أيضا لهذا خدمة الوطن، يعني هي خدمة العلم. يعني هي أنا أقول لك سلة من القوانين متعددة متنوعة تصب في مصلحة البلد، وهذه غير مسبوقة. هذه ليش الواحد يسأل يقول ليش هذه صارت ما صارت في المجالس السابقة؟ أولا التعاون الحكومي النيابي كان ملحوظ على أعلى سقف، أي من جانب، من جانب آخر صدق النوايا، صدق النوايا، وكل نائب دخل تحت قبة عبد الله سالم صادق بنيته أنه هو يبي يخدم البلد، يبي يؤدي شيء دوره كدور التشريعي والرقابي. أيضا لا يخفى عليكم الدور الرقابي، هذا المجلس من أقوى المجالس على مدى التاريخ في الجانب الرقابي، زين، فعلنا أدوار رقابي، إن جيت لي استجوابات كثيرة حدثت، وزراء استقالوا،
تعديل حكومي تم، استجوابات حدثت، أيضا الدور الرقابي لديوان المحاسبة، وكان دور الآن أعطي دور ديوان المحاسبة الدور الرقابي الأبلغ والأقوى أن أدي دوره كدور رقابي. ف يعني من جميع الجوانب ومن جانب التشريع هي القوانين أبلغ يعني شيء واضح للمشاهدين. أنا شوية كسرت حوار السياسة وقاعدة أسالف مع رقية بعيوني، فقاعدة أقول لها يا حظك عطلة وبتسافرون. راح يسافرون فناطرين أكيد هالإجازة هذه علشان هم يتواصلون معك كونك كأب وعضو مجلس أمة قدير ومعطاء لبلدك. بس لا تأخذ السياسة والديمقراطية والبلد على حب أكيد رقية ومهدي الله يخليهم لك. فأنت أكيد حريص على أنك تكون لهم أب قدوة، توفر لهم حنان الأبوة، تعطيهم الحب والحنان في سبيل أنك تكون خير مثال للقائد الأب. فوين السفر هالسنة؟ جاوبي. وين ناويين؟ إسبانيا؟ لبنان. تبي تروحين بيروت؟ الله، إذا بتروحين قولي لي أعطيك أماكن تروحينها. أوكي؟ رايحة السولدير ها؟ روح جبال وايد حلوة. جبال وايد تونس على البحر والمصايف هناك تينن. أخت حصة، نعم أنت يمكن لمستي الجرح. يعني يمكن المسؤولية النيابية مسؤولية ثقيلة كبيرة في الجانب التشريعي، مسؤولية الجانب الرقابي كدورني الدور المناط فيني كنائب، بس وأيضاً أكيد دورك كأب يلعب شيء كبير بحياتك. بالضبط. أيضا عندنا احنا دور اجتماعي مع الناس، دواوين، مستشفيات، مناسبات لا سمح الله، عزاء وأفراح، يعني والناس تعتب. تقدر تتواصل بإبراهيم مع الناس؟ عندك وقت رغم ارتباطاتك ومسؤولياتك كعضو مجلس؟ وأنا الصراحة يعني هم الضحية يعني. أنا أعتقد النائب اللي النشط واللي دائما يكون متحرك ونقول الأكتف يدفع ثمن يمكن حياته الاجتماعية، والثمن الثاني صحته. ولكن الحمد لله يعني العيال قد ما أقدر أعطيهم يعني جرعات العاطفية اللي أنا أستطيع أن أوفرها لهم، والحمد لله يعني الأم قايمة بدورها كأم، والأم مدرسة أعددتها شعبا طيب الأعراق. لا بس الحين مهدي ما عرفنا برشلوني ولا ريال مدريد؟ ريال مدريد. شنو؟ ريال مدريد مو برشلوني؟ ريال مع أنه فيك من ميسي يعني شابه ميسي يعني. أنا فقلت أنه ميسي الصغير أنت مو ميسي لا الصغير؟ ريال، خليك الريال أحسن. ريال كذي. ايش رايك تغير برشلونه؟ لان استاذه حصه تحب برشلونه الظاهر. ما يغير. اوه لا اوكي، الحماس ما اخلع يعني. يصر على ريال مدريد. لا اكيد ريال. زين بالنسبه حق رقيه تطبخ؟ تدش المطبخ؟ عندها بعض الرسومات وهالاشياء الحلوه. شنو ميولها رقيه؟ هواياتك شنو؟ شنو هواياتك رقيه؟ احب ارسم، هم احب اسبح، يعني احب دائما اقعد بالماء. اي اوكي. هم عندهم حمام سباحه في لبنان فيروحوا له. يبون يروحون. اي لا يعني بحريين هم. لا امانه الاجواء بالصيف اذا الواحد ما استمتع بالجانب البحري ما راح يعيش باجواء الصيف صح. بس نتكلم عن شيء وايد مهم في حياه كل رب اسره، وهو انه يكون رقيب عليهم في بعض يعني في ظل التطور اللي قاعد يصير في الاونه الاخيره. فالتطور ممكن نقول سريع، حتى لو احنا نحاول نواكبه هو اسرع منا بوايد. شوفي استاذه حصه، انا مهدي يمكن قبل سنتين او ثلاث سنوات كان مراحل الابتدائيه، اول الابتدائي يعني، فكنت قاعد معاهم على الغداء فقال لي يبا، سالني هالسؤال، قال لي يبا احنا من هالطائفه، ولا ما ابي اقول اسامي الطوائف، خلنا نعزز الوحده الوطنيه. قال لي يبا احنا، هو يسالني، قال لي يبا احنا من هالطائفه ولا من هالطائفه. انا طالعته باستغراب، لان هذا الشيء انا ما اروجه في بيتي او غرسه في ابنائي. قلت له شنو هالسؤال هذا، منو سالك هالسؤال؟ كان يقول لي رفيجي في الصف. قلت له باكر تروح المدرسه وتقول حق رفيجك
أنا كويتي مسلم. الله عليك. بس تتذكر مهدي؟ تذكرها السالفة هذه؟ وحفظتها إياها، قلت له وعلى الغداء قلت له احفظ لي إياها شو تقول؟ قال أروح أقول له أنا كويتي مسلم. يا سلام. زين؟ يعني شوف أي هذا دور الأب، دور الأم، دور الرقابة، الأسرة. الرقابة لازم تكون مستمرة. بالضبط. سواء كان في العلاقة. والغريبة والغريبة أستاذ حصة يعني ترى هو يسألني هو ما يدري من أي طائفة. يعني قاعد يسألني هو يبي يعرف الحين. هو ما عرف يجاوب رفيجة. رفيجة سأله قال له أنت من أي طائفة؟ من هالطائفة ولا من هالطائفة؟ فما يعني عرف. قال له ما أدري. قال له خلاص أسأل أبوي وأقول لك. يعني إبراهيم بتقول إن المسؤولية الرئيسية علينا إحنا كأسرة أو ك يعني شباب أو كآباء وأمهات في البيت، المسؤولية الرئيسية طبعاً 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 الأسرة نواة المجتمع. يعني شوف قضية الوحدة الوطنية وقضية الوطن مسؤولية مجتمع. يا سلام. لا تختزل فقط في الأسرة، ولكن الأسرة نواة المجتمع وهي البذرة الأساسية، ولكن الحكومة مسؤولة، مجلس الأمة مسؤول، مؤسسات المجتمع المدني مسؤولة، جمعيات النفع العام مسؤولة، الإعلام مسؤول، الأسرة مسؤولة، المدرسة مسؤولة. هي قضية مجتمع، قضية وطن بشكل عام، من صاحب السمو إلى أصغر إنسان في هذا المواطن في هذا البلد. فإذا كان صاحب السمو وربان هذه السفينة يعطينا أبلغ الدروس وأعظم الدروس في الوحدة الوطنية. زين، يعني احنا الحين بعد احنا ابنائه، مو الحكومه حكومته، مو اعضاء مجلس الامه ابنائه، مو المجتمع المدني كله، مو كل بيت يقر بان هذا والد الجميع وهذا ابو الجميع. فاذا يا اخي خلينا نكون احنا مدرسه الشيخ صباح الاحمد، شنو المشكله يعني؟ فلذلك والله الانسانيه قائد العمل الانساني اروع مدارس. على فكره يعني لقب القائد الانساني يعتقدون البعض، او خلينا نقول ما نقول الكويتي، نقول برا هذا، انه والله هذه مجامله. لا 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 لا، ما في شيء اسمه مجامله. الامم المتحده هذه دراسات، وللعلم هذه اول جائزه وشهاده بقائد العمل الانساني على مدى التاريخ تعطى لصاحب السمو، لان الرساله الانسانيه عن صاحب السمو وصلت الى قارات العالم دون طبعًا. استثناء يعني تكريم غير مسبوق. ايادي الكويت وصاحب السمو كانت له كلمه في ذاك اليوم، يوم التكريم. نعم. قال هذه الشهاده وهذا الوسام اقدمه للشعب الكويتي. صحيح. لهم شعب الانسانيه. صحيح. زين، فلذلك انسانيه قائد الانسانيه والشعب الكويتي وصلت لكل دول العالم، وصلت لكل الاديان. يعني احنا الحين الكويت لو تصير لا سمح الله اي زلزال في دوله لو ما عندها دين، تجد الجسور الجويه الانسانيه تصل الى هذا المكان. زين، فاذا فكيف احنا بيننا بينات بعض نتصارع كطوائف، نتصارع كفئات، نتصارع كنعرات؟ إن شاء الله. أنا أقول بس أنا أقول وصيتي لكم كأنتم إعلاميين أيضا، كما الآن أعطيت رسالة للداخلية، رسالة للإعلام، الرسالة الوطنية لا تقف، لا يجب أن تقف. يعني أنتم حتى في برنامجكم هذا مع كل ضيف خصصوا جزء من البرنامج هذا للرسالة الوطنية، يجب أن تقدم، لأن عندنا أجيال محتاجة. وهذه يعني انا اقول حادث في جامع الامام الصادق عليه السلام والغزو العراقي الصدامي اللي صار في سنه 90 يجب ان ندمج مع بعض زين ونجعلهم رسالتين وطنيتين الى الامام، لان صار عندنا بين الغزو وبين الانفجار فجوه كبيره، ما كان في وعي وطني للأجيال الموجودة. بس إن شاء الله هذه الحادثة اللي صارت وهذه الدماء الزكية التي سفكت وهذه الأرواح الشهداء يجب أن تكون هي إن شاء الله يعني قدم وطأة خير على الوطن. اللهم آمين. وأنا طبعا أنا أسأل، أنت لما تروح ديوانية تأخذ مهدي وياك؟ والله مهدي أخذ مرات معاي بس مو بكثرة، لأن مشاويري أنا متعبة ومع الدراسة ما الدراسة. بس صراحة يعني أقولها مش لأني هذا في البرنامج، صار لي فترة الحين يمكن شهر شهرين قام يشغل بالي مهدي وايد، لأنه كبر وفي مثل يقول إذا ولدك كبر خاوي. فمن يوم رايح طبعا هو أنا لما أخذه يلبس دشداشة الباس الوطني وممكن هو يلبس مناسبات. سؤال بس، دبي ذكرياتك قبل برمضان كنت تروح قرقيعان وتسوي قرقيعان؟ والله كنا نروح قرقيعان وكنا نقرقع وكانت ايام حلوه وكنا شياطين صراحه. طبعا قبل لما نكون نقول قرقيعان وقرقيعان وهذا البيت اللي ما يعطينا كنا اغاني تغنون اغاني شعبيه يعني نعاتبهم، فكانوا يرشون علينا الماء.
يرشون علينا ما كانت اشياء حلوه ذكريات حلوه بس طبعا بس انا امانه كنت الاحظ الجيل اللي قبل كان يقرقع لعمر متاخر يعني انا امس قعدت في ناس يقولون احنا ل 15 16 سنه قرقعنا صح. الحين تلقى الواحد طفل 10 سنين يقول لا انا كبرت شلون اقرقع يعني هي شو اسمه تقليد شعبي جميل لا يجب ان يعني يحدد بعمره يحدد وانتم شفتوا البهجه اللي على محيى صاحب السمو ذاك اليوم يوم كانوا الاطفال عند عند دار سلوى دار سلوى نعم. ويقولون سلم بابا صباح نعم. سلم بابا صباح يلا وخلى لنا يلا ها يعني كلمات وكانت الفرحه اللي عليه انا والله العظيم يعني لو كنت تدري كان رحت انا اقول لك انا ادري شان رحت فعلا يعني يستحق ابونا صباح فهذه ان شاء الله العاده ما تنشرك بس السنه هذه قرقعين قرقعتي لا ما قرقعتي هالسنه يقولون حزينين هالسنه ما قرقعت بس كل سنه تفرح كل سنه اي صح بس الله يفرحهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب ويخليهم لك تفرح بعيالهم يا رب ويعطيهم الصحه والعافيه وهالسنه بيروحون بيروت اكيد بتروحوا وياهم ويستمتعون باجازه سعيده مع والد مثل في شروات يمثل لنا جيل قادم احنا فخورين فيه وانا فخور فيكم حقيقه وشيء اقول لكم اياه ولا اخجل ترى انا ما كنت اطالع تلفزيون الكويت الحين بديت من فتره قمت اطالع احط على محطات الكويت واشوف برنامجكم واشوف البرامج الاخرى واشوف نشره الاخبار بدا تلفزيون الكويت بجميع محطاتها يستقطب المشاهدين وهذا اللي كنا نتمناه وهذا دليل طبعا الشكر لمعالي وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود والى معالي وكيل وزاره الاعلام وكل الوكلاء المساعدين والاستاذ يوسف مصطفى وكل والطاقم وانتم وحتى اللي خلف الكاميرات أمان هذول هم الجنود هم الجنود المجهولة حقيقة يعني يعطيهم خلية نحل خلية نحل حقيقة يعني فبالعكس أنتم الآن وما نبي نقول هالشيء عشان تكون عند هذا الليفل لا نبيكم تكملون نبيكم توصلون قمة الجبل وتستمرون في هذه القمة وتحية حق مخرجنا سعود والنعم في يستاهل سعود عشان معصب علينا الصراحة وأنتوا حقيقة مبدعين أخت حصة وأخ محمد تسلم واستمروا بهذا البرنامج وقلت لكم يعني وصيتي وأنتوا حرين في كل برنامج حطوا لو فقرة خمس دقائق رسالة وطنية لكل الكويت احنا عندنا يوميا عندنا ديوانيه نروح نزورها في برنامج غبقه رمضانيه هالاسبوع رحنا ديوان اليوم رحنا ديوان المعجن بالفيحة نعم نعم ايه فايش رايك تشوف ويانا الديوان بالعكس نشرف يلا نشوفها مع بعض